إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو
الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي من المسلمين أناس مشاكسون في خصومة مستمرة ممتدة مع العالمين مسلمين وغير مسلمين وإن مهمة تفكيك هؤلاء معرفيا ونفسيا أبعد ما تكون عن الترف وألصق وأدنى ما تكون ضرورة حرجة وملحة وذلك إخواني وأخواتي أن خصومة هؤلاء مع أهل الملة والدين تنذر إن هي استمرت وامتدت بتمزيق الأمة وتجضيتها كما تفعل حالياً والأسوأ من هذا بذوي الدين واضمحلاله يذوي هذا الدين يوماً فيوماً ويضمحل يوماً فيوماً كما هو حاصل من أسف شديد أما خصومتهم مع العالمين مع كل الناس من غير المسلمين فهي تنذر بما هو أخطر وأكرث وأدهى إن هي استمرت وامتدت واستفحلت وذلكم أن هذا الفريق من الناس أي من المسلمين إنما يعامل الآخرين على أنهم نوع آخر غير النوع البشري كأنهم هم البشر الآدميون وحدهم أما الآخرون تقريباً نوع آخر غير النوع البشري لا حرمة له لا عصمة له لا كرامة له لا اعتراف بما يزدي أو بما أزدى ويزدي البشرية من أياد بيضاء لا يعترفون بشيء هذا هو الأخطر والأدهى والأكرث لماذا؟ في نهاية المطاف نحن قلة نحن لسنا شطر العالم ولا ثلاثة أرباع العالم كثيرون بلا شك لكننا لسنا الأكثر في مواجهة العالم العالم بكل أديانه بكل معتقداته ومنتحلاته وملله بلا شك يتفوق علينا عدداً يتفوق علينا عدداً هذه الطريقة أحبتي في الله إن استمرت واستفحلت ستجعل الآخرين أمام خيار وحيد ستضطرهم إلى تبني هذا الخيار أن يعاملوا هؤلاء أحب أن أقول هكذا يعاملوا هؤلاء ولا أحب أن أقول يعاملون في نهاية المطاف هل لديهم لياقة وترف أيضاً أن يفرقوا بيننا وأنا شرطت في هذه النذارة أن تمتد الطريقة وتستفحل أن تمتد هذه الطريقة وتستفحل وهي لن تمتد وليست تستفحل إلا بسكوت
أولي الفكر والذكر، إلا بسكوت الأيقاظ البصراء الألباء، إما جبنا وخوفا وإما مصلحة وموازاة وموازنة بين حسابات كثيرة يعقدونها، وإما لا أدري لماذا. حين يسكت هؤلاء سيمتد هذا التيار ويستفحل يوما فيوما، وهو نسبيا الآن أيها الإخوة يفعل للأسف الشديد. الخيار الوحيد أمام الآخرين سنكون نحن الذين صنعناه وخلقناه واضطررناهم إليه، أن يعاملونا بالتالي كنوع آخر من البشر. نحن نوع آخر، نحن لسنا بشراً إذن، تعاملوننا على أننا لسنا بشراً، وتنتهكون منا كل معصوم وكل محظور ومحرم. إذن لن يبقى أمامنا إلا هذا الخيار، أن نعاملكم على أنكم نوع آخر تماماً، كما تشاهدون في أفلام الساينس فيكشن، يعني ساينس فيكشن، نوع آخر، إيليينز، كائنات آتية من الفضاء، من المريخ، من حيث لا أعرف ولا أدري. طبعاً تتوحد البشرية دائماً أمام هذا الخطر الداهم. يبدو أننا أردنا أن نجعل أنفسنا هؤلاء الإيليينز، لسنا من البشر، أو نحتكر هذه البشرية أيها الإخوة لأنفسنا ونحرم الآخرين منها، كأنهم ليسوا بشراً، لا قداسة لحياتهم، لا قداسة لأي شيء مقدس فيهم. ما في مشكلة. في نهاية المطاف كما قلت لكم وأذكر للمرة الثالثة، سيضطرون أن يأخذوا هذا الخيار. من الخاسر؟ من الرابح؟ البقية عندكم. حالة كارثية، شيء مخيف. من لا يرى الموضوع من هذه الزاوية، أعتقد من غير تبجح وبهذا المنظور، هو لا يرى أصلاً، أو غير مبالي. للأسف أكثرنا غير مبالي، صدقوني أكثرنا غير مبالي، لا يهمه الأمر، بما أنه هو بخير، هو يعيش ويستمر، فما عليه من الأمة ومستقبل الأمة، وما عليه من الدين ومستقبل الدين، وإن فاه ورطن ولكن بغير هذا. سكوته ولا مبالاته تؤكد أيها الإخوة أنه يصدر عن مثل هذا المنطق العدمي، بل المنطق التخريبي الكوارثي، والعياذ بالله. لذلك أحبتي في الله، حقيق وجدير بنا أن نبدأ ونعيد في تفكيك هذه المنظومة المعرفية، هذا النظام النفسي السيكولوجي لهؤلاء، الذي يعمل في كلا الميدانين، في خصومة المسلمين وفي خصومة العالمين من غير المسلمين. اليوم فقط سنبدأ بالنقطة الأولى، وسنفكك مستنداً واحداً من مستندات هؤلاء في خصومتهم مع المسلمين، مستنداتهم بالعشرات إن لم تكن بالمئات، لكن المستندات الرئيسة محصورة، قد تكون فعلاً بالعشرات، يعني لم أحصرها إلى الآن، لم أحاول، لكن لا يبعد أن تكون فقط بالعشرات، ربما 20-30 مستنداً، الله أعلم. في رأس هذه المستندات أيها الإخوة التي تغذي النزعة الإنغلاقية لهؤلاء، كما قلت لكم هم يعاملون الآخرين على أننا شيء وأنتم شيء آخر، نحن خلق والآخرون خلق آخر، إنغلاقية، نزعة إنغلاقية، ونزعة حصرية، نزعة حصرية ليس بخصوص المعنى البشري الإنساني، بل بخصوص أيضاً الدين والانتساب إلى السماء والأجدرية بالآخرة وبالجنة، فقط لهم، لهم وحدهم وليس لأحد سواهم، نزعة حصرية، حصرية بشكل مؤذي ومستفز. ما يغذي هذه النزعة الحصرية، هذه النزعة الإنغلاقية، مثل هذه النصوص، إما بذاتها حين لا تصح ولا تثبت، وإما بسوء فهمها وتأويلها حين تصح وتثبت. أعني هذا مستند اليوم حديث افتراق الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، على 79 فرقة، على 74 فرقة، أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. حديث خطير، معنى خطير جدا، من أكبر ما يؤسس وما يغذي هذه الإنغلاقية والحصرية، هذه الإنغلاقية، وكل حصرية إنغلاقية،
ليس ثمة حصرية منفتحة، كل حصرية من حيث هي من حيث أتت هي انغلاقية. هذا الحديث لن نخوض كثيرا في تخريجه، موجود في كتب الحديث المختلفة، لكن باختصار هذا الحديث مروي عن أكثر من صاحب رضي الله تعالى عنه، مروي من حديث عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمرو ومعاوية وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس ابن مالك وأبي هريرة وعوف ابن مالك وغيرهم وغيرهم. حديث مروي عن أكثر من صاحب، صحيح لم يخرجه أحد من الشيخين لا البخاري ولا مسلم، لكن أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، والحديث فيه كلام. ولن نذكر أيضا روايات هذا الحديث، له طرق وألفاظ مختلفة كثيرة، لكن المدار أيها الإخوة والمركز على هذا الجزء على هذا القدر أن بني إسرائيل، وهو لفظ من ألفاظ هذه الأحاديث، أن بني إسرائيل قد افترقت أو افترقوا على 71 فرقة، أو لا ندري النبي قال هذا أو الراوي شك هكذا، أو 72 فرقة هكذا، بنو إسرائيل يهودا ونصارى يهودا ونصارى على 71 أو 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. على كل حال هذا مفهوم من الحديث، لكن إيه لم يصرح به، انتبهوا لم يصرح به، سيصرح بخصوص أمة محمد. في روايات أن اليهود افترقت على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أو 74 فرقة أو 72 فرقة. إلى الآن الخطب ليس جليلاً، الخطب يسير. كون الأمم الملية تفترق هذه سنة من سنن الله، ما في دين، ما بعث الله تبارك وتعالى نبياً ثم غبرت الدهور على أمته وهم إيه وحدة واحدة، أبداً، يختلفون يختلفون في دينهم أصولاً، وهذا هو الأسوأ، وفروعاً ولا بأس، يختلفون بلا شك. وأمة محمد ليست بدعاً من الأمم، كما أن رسولها ليس بدعاً من الرسل، قل ما كنت بدعاً من الرسل، ولذلك تختلف، طبيعي أن تختلف، لا يمكن هذا القدر أحد عاقل، يعني هذا القدر من المتن لا يمكن أن يبعث على التشكيك في الحديث. هذه سنة، هذه سنة، ولذلك نحن نوافق على الأقل من حيث المعنى. والآن لا نشتغل بالأسانيد، على أحاديث أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم الملية قبلها، ستأخذ مأخذ بني إسرائيل. حذوك النعل بالنعل، أو حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة، الحذو هو التقدير، الحذو هو التقدير. فلان يحتذي بفلان، ما معنى يحتذي به؟ يحذو حذوه، يعني يمشي مشيته، يصنع صنيعه تماماً، يقلده. حذو النعل هو تقديره، النعل نعلان، الإنسان يمشي في نعلين وليس في نعل واحدة. حين تقطع النعل أيها الإخوة، إنما تقطع وتقدر على أختها، على أختها، فهذا حذو النعل بالنعل، يعني مطابقة، معنى المطابقة. القذة هي الريشة التي تكون إيه في مؤخرة السهم أو مؤخرة السهم، النبل أيها الإخوة، سهم مريش يقولون، طبعاً ولا يطير أصلاً ولا يستقر إلا بهذا إيه الريش الذي يكون مقطوعاً بموازاة بعضه البعض وعلى قد بعضه البعض. الريشة الواحدة قذة، القذة تكون مثل القذة في طولها تماماً، هاي معنى القوة، حذوك القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. على كل حال هذه ناحية لغوية، لا نشكك في هذا، نؤمن بهذا أكيد، وهذه أمراض الأديان. النبي هنا يلفت عليه الصلاة وأفضل السلام وآله إلى سنة من سنن الملل، ما هي أيها الإخوة؟ أن هذه السنة تقول أن أمراض الأديان علل المتدينين واحدة،
في مسانخة، ثمت مسانخة، ثمت مجانسة. يعني ما من مرض يصيب اليهود أو النصارى من ناحية روحية دينية إلا ويصاب المسلمون بمثله. النبي قال هذا، هذه سنة. هذا اللفت إلى هذه السنة، إلى هذا المعنى بالذات، يخفف من شعور المسلمين أو من شأنه، وينبغي له أن يخفف من شعورنا بالحصرية، يعني بالاستثنائية، أننا مستثنون، إحنا غير شكل. لا، مش غير شكل تماماً، إحنا مش غير شكل، إحنا مثلهم من هذه الحيثية، طبعاً من هذه الحيثية مثلهم. تعرض لنا الأدواء والعلل والأمراض والمشاكل كما عرضت لهم، يعني أحبارهم ورهبانهم أكلوا بالنص المقدس أموال الناس. أحبارنا ورهباننا يفعلون الشيء مثله. الذين يقدون الفتاوى قداً بحسب المطلوب، حين يطلب منهم أيها الإخوة أن يقدوا فتوى تمزق الأمة، يقدونها من غير أن يطرف لهم جفن. مطلوب، ولي الأمر يطلب هذا، ولي الأمر طلب أن أكفر سأكفر، طلب أن أخرج فريقا من الناس من الملة سأخرجهم، ولا در درهم، ما المشكلة؟ وفي فلوس تدفع أو أذى يدفع، أموال تدفع أو أذن يدفع، ما في مشكلة، يفعلون هذا طبيعي. هذه أمراض الأديان دائما. الكهنوت، طبقة رجال الدين المتكلمون باسم الدين أيها الإخوة، إلا ما رحم ربي طبعا، لأن هناك استثناءات منيرة ومضيئة، اللهم اجعلنا من هذه الاستثناءات، دائما يتحالفون مع السلطة، مع السلطة أيها الإخوة، كما يتحالفون مع المال عبر التاريخ. هذه سنة أيضا، هذه سنة. من أمراض الأديان أنه بتطاول الأدهار وتتابع العصور، بل تطاول الزمن على الفرد في عمر فرد أيها الإخوة، تقسو القلوب، تقسو القلوب، فتجد الحبر، الراهب، القس، الشيخ بعد 20-30 سنة والعياذ بالله عسى وقسى وأصبح جافاً، وأصبح جافاً، قلبه أصبح جافاً، سلوكه فيه غلة، فيه قسوة، فيه استغلال، فيه انتهازية عجيب، بدأ بداية موفقة. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، يعني من قبلكم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قسوة القلوب. والقرآن يحذر الصحابة، تخيلوا، في قرآن مكي، في قرآن مكي يحذرهم من هذه العاقبة، أن تقسو قلوبهم، على أن رسول الله صلوات الله وتسليمته عليه بين ظهرانيهم ما راضي يعتري رجال الدين هذا. لذلك على الإنسان دائما، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ولا تفرحوا فتقولوا هذا يعترض رجال الدين، يعتريكم أنتم أيضا، يعتري أي مسلم أي مسلمة عادي، وخاصة الذين يرتدون المساجد والكلام والدين والدعوة بعد فترة معينة، والعياذ بالله، يصبحون من أسوأ عباد الله. الذي يهتدي من قريب، جاي امبارح بالأمس من الخمارة أيها الإخوة، يكون أفضل منهم، عنده دموع، عنده خشية، مستعد أن يدفع أي شيء، يتبرع، يتبرع بروحه، بدمه، بماله، بكل شيء، يتوب، يعترف بتقصيره، في حياة هنا الآن. وهذا الذي يستقبله لكي يدله على الله دجال كبير في ثوب راهب. هذه أمراض الأديان، القرآن يحذر منها، النبي يلفت إليها حتى نتعلم. نحن لا نشكك في هذا القدر من الحديث، طبيعي أن نختلف وطبيعي أن نتفرق، لكن أن يكون النبي ذكر أرقاماً 71 و72 و73 في القلب منه شيء، وهو موضع تأمل، وهو موضع للتأمل والنظر والمراجعة. تعرفون لماذا؟ الذي نعرفه طبعاً، هناك مغامرة أن النبي يذكر الفرق التي انتهى إليها أهل الكتاب، لأن النبي يعلم وهو أذكى العالمين أن أهل الكتاب لم ينتهوا وسيمتدون ويستمرون. القرآن مصرح بأن النصارى مثلاً موجودون إلى يوم القيامة، اليهود مثلاً موجودون إلى يوم القيامة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، في حق اليهود موجود، إذن هم موجودون، لن يفنوا، لن يتفانوا اليهود، موجودون. النصارى أيضاً، وجاعل الذين اتبعوك، الخطاب لمن؟ لعيسى، فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.
قيامة، في نصارى إلى يوم القيامة، ما تحلمش يجي يوم فيش في يهود، فيش في نصارى، فقط مسلمون، غير صحيح قرآنياً، هذا كذب. تحتج لبعض المرات والأخبار تضحك على نفسك، القرآن يكذب هذا إلى يوم القيامة. هذه سنة إلهية، هذه سنة إلهية. فمحال أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من انتهى إليه النصارى من فرق مثلاً، ويذكر أنها ثنتين، أنها ثنتان وسبعون فرقة. البروتستانت اليوم فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرفون كم فرقة؟ البروتستانت وحدهم 1000 فرقة على الأقل، 1000 1000، هناك 1000 فرقة ويختلفون فيما بين بعض البعض، وكلهم بروتستانت. تركنا من الكاثوليك، تركنا من الموحدين، تركنا من الأرثوذكس وفرق هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فمن وين؟ من أين أن النصارى 72 فرقة؟ غير دقيق. والحال كذلك في حق اليهود، هذا في القلب منه شيء كما والله أعلم إيه بالحق. وبعدين أن أمة محمد تنتهي إلى 73 فرقة، لا يصح لا شمالاً ولا يميناً. إن أخذت بالتجزئة وتفريق المفرخ كما يقال، وتجزئة المجزأ، والمعتزلة كم فرقة، والخوارج كم فرقة، واعتبرتهم فرقاً كثيرة، لا لا لا، فرق الأمة المحمدية أكثر من هذا، أكثر من هذا بكثير، ما رأيكم؟ وإن أخذت بأصول الفرق وجعلت الخوارج فرقة والمعتزلة فرقة، وجعلت لك إيه في الشيعة مثلاً 3 4 فرق رئيسة، الإمامية، الزيدية، الإسماعيلية مثلاً، وأهل السنة تقول أشاعرة، ما تريدية، فقهاء الحديث، 3 فرق، مستحيل لا نبلغ 20 فرقة، يدوب يدوب يمكن إيه 10 فرقة. واحد يقول لك ما هو هذا لسه ابن استنى، إن شاء الله الخير جاي، ابن استنى أي خير، جاي الخير، حنتفرخ بعدين إن شاء الله، على وعد إحنا يعني، على وعد. وطبعا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قد فقنا أهل الكتاب مرتين، فقنا أهل الكتاب مرتين، مرة في التفرق فأربينا عليهم. هيك الحديث بقول، حديث محمد اللي على قلب محمد عليه السلام، نزل القرآن، نزل القرآن، حنشوف إيش بقول القرآن عن أمة محمد. بقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. سنؤدي الشهادة يوم القيامة إحنا على الأمم، مش حنكون أردأ منهم ولا أكثر تفرقة منهم، شيء عجيب يعني. إحنا الأمة المصطفى، هذه آية المقام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله اصطفانا بالكتاب، بالقرآن الكريم في رأي الجماهير، الكتاب هو القرآن في رأي جماهير السادة المفسرين. فمنهم ظالم لنفسه، وسنفسر هذا في وقته، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، يدخلها السابق والمقتصد والظالم لنفسه، وأينا لم يظلم نفسه بالتقصير في بعض المفروضات، بارتكاب بعض المنكرات والمحرمات، أينا؟ الله قال ما في مشكلة، ولكن أنتم أمة التوحيد وأمة الاصطفاء في نهاية المطاف. العبرة بماذا؟ العبرة بالتصديق والإذعان، افهموا هذا بالله عليكم، العبرة بالتصديق والإذعان. نحن كأمة موحدة، أمة لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها، ولقنا إياها عند الموت ويوم الحشر والبعث والسؤال، اللهم آمين. إحنا أمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هذا هو الأساس والمعتمد والمعتقد، هذا هو المحور والمركز والمدار، هذا قطب الرحى. ليه؟ ليش قطب الرحى؟ مش من عندي ومش كلام إيه تهويم وعواطف. قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، شوف صيغة الحصر يا أخواني، نفي واستثناء، لا يصلاها، لا يدخل جهنم، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب. نحن مصدقون بفضل الله، إحنا أمة لا إله إلا الله، والله يقشعر البدن أقسم بالله من كتاب الله، ما أجمل كتاب الله وما أرحم وما أعظم هذا الكتاب، وواضح وعنده خطة واضحة، بعيداً عن هذه النصوص التي لا أدري من ألفها، من سبكها، من وضعها، من زاد فيها، من أدرج، من نقص، شيء عجيب، مزقت الأمة، دمرت ضميرها، دمرت حسها، دمرت عقلها، منهجها في التفكير يا إخواني، شيء عجيب. هذه النصوص القرآن واضح، قال لك لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب،
وتولى. نحن لم نكذب بفضل الله. أمة محمد لم تكذب. أمة محمد هي أمة الشهادتين، أليس كذلك؟ القرآن يقول، اجمع الآن هذه الآية الكريمة بضميمة آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. نحن المصطفون، نحن المصطفون، والله المصطفي، نحن المصطفون. قال: فمنهم ظالم لنفسه، من الأمة المصطفاة. وهذا ظاهر الآية، انتبهوا، هذا ظاهر الآية. وهذا عليه أيضا جمهور المفسرين، وإن كان بعضهم قال بغير هذا، قال: لا، الظالم لنفسه الكافر أو المنافق. عجيب. قالوا هذا، هذا غير داخل، ليس في الأمة المصطفاة. عجيب. قال: والمقتصد، هذا من أصحاب الميمنة، والسابق بالخيرات، قالوا: هذا هو المقرب، وكنتم أزواجا ثلاثة. وفي عندك أصحاب المشأمة، وفي عندك أصحاب الميمنة، وفي عندك إيه؟ السابقون، السابقون، أولئك المقربون. فسروا هذا بهذا، وغير دقيق، مش لأنها ثلاثة ينبغي أن تفسر بثلاثة، لا لا، سياق الآية، سياق الآية وما توحي به يختلف تماما. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم، بدأ يقسم، قال: لك من هؤلاء المصطفين ظالم لنفسه. وحتى لا تتهوكوا، باختصار أصح الأقوال، الظالم لنفسه هو الذي يدور مع الكتاب مرة ويخالفه مرة، يعني يخضع لشرع الله، يعمل بشرع الله مرة أيها الإخوة، فيحرص على الواجبات المفروضات وينتهي عن المنكرات المحرمات مرة، ومرات يضيع بعض المفروضات ويتورط، يتقحم ورطات المحرمات. أكثر المسلمين يفعلون هذا، صحيح؟ أكثر المسلمين. من المسلمين لا يكذب، لا يغتاب، لا ينم، بل منهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ولسنا نقول إنه كافر، أعوذ بالله، حاشا لله، لسنا خوارج، لا نكفر من شرب الخمر وهو مقر بحرمتها، هذا عاصي، هذا مسلم أو مؤمن عاصي مذنب، أليس كذلك؟ نعم. وباب التوبة مفتوح أمامه، مبسوطة، التوبة مبسوطة له ولنظرائه، التوبة مبسوطة له ولأمثاله. هذه التوبة، التوبة لمن؟ لمن عصى أيها الإخوة وقصر. الله قال: هذا من الأمة المصطفاة، ومنهم مقتصد. الاقتصاد أصله التوسط في أصل الوضع اللغوي، هذا اللفظ وضع على هذا المعنى، يعني له على هذا المعنى، معنى ماذا؟ التوسط. المقتصد متوسط، لا هو سابق ولا هو ظالم، بمعنى ماذا؟ أنه يلتزم أيها الإخوة خطة القصد، فيأتي الواجبات المفروضات وينتهي وينزع عن المحرمات والمنكرات، ولكنه يقصر في كثير من المستحبات، ربما لا يفعل المستحبات إلا قليلاً، ويأتي بعض أو كثيراً من المكروهات، مش محرمات قطعية، مكروهات. هذا مقتصد، فهمتوا كيف؟ بفعل واجبات، بترك المحرمات، مستحبات ما في إلا قليلة، مكروهات فيه إلا قليلة، مرات يتركها، هذا مقتصد. ومنهم سابق، اللهم اجعلنا من السابقين، ومنهم سابق بالخيرات. انظروا القرآن الكريم، انظروا العظمة. قال لك: هذا تأليف محمد. أغبياء، أغبياء، لا يعرفون اللغة، لم يتذوقوا جمال القرآن، لم يتلوه أو يفكروا فيه بالقلوب، بالأرواح الطاهرة النظيفة، لكن بعقول مخبلة مدنسة، عقول مخبلة ونفوس مدنسة بالإثم والفواحش والعياذ بالله، والكبر والعنجهية والإعراض والجحود أيها الإخوة، والإدعاء والانتفاخ والانتفاج والمزاعم. يحبوا يزعموا أنهم غير شكلهم، أذكى منا، يعني إحنا أغبياء، إحنا متدينين، ما نفهمش، ما نعرفش حاجة يا هبلان أنتم، ما نعرفش إحنا. قضينا حياتنا في العلم والفكر والفلسفة والأدب طيلة حياتنا، وما نفهمش إحنا، هم بيفهموا ما شاء الله. فقسوا اليوم يا البيض، بيفهموا كل حاجة، وطلعوا القرآن كلام فارغ هذا. لا، شوف شيء عجيب فيه. قال لك: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ليش؟ ليش قيد السبق بالخيرات بهذه المأذونية الإلهية؟ إشارة إلى عزة الرتبة وصعوبة مأخذها. صعب، الله يقول: صعب إلا على من سهله الله له وعليه. صعب أن يبلغ أو تبلغ رتبة ماذا؟ السبق. قال: صعب، هذا صعب كثيرا. من هو السابق بالخيرات؟ لذلك قال بإذن الله. ما معنى بإذن الله؟
بتيسير الله وتوفيقه وعونه. لولا ما كان ويكون، اللهم أعنا ويسر لنا ووفقنا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، لولا ما كان ويكون من تيسير الله وعونه وإسعاده وإلطافه، قال ما سبق منكم أحد. ما هو السبق أيها الإخوة؟ المصارعة إلى الخيرات، يسارع دائما وين في باب خير لا يتأخر. هذا تعدى مسألة أنه إيه؟ يأتي المفروضات وينتهي عن المحرمات، لا لا لا، تعدى هذا. هذا يستكثر من ماذا؟ من المحاب، من محاب الطاعات يستكثر، ولا يزال إيه؟ يتقرب إلي إيه بالنوافل عبدي حتى أحبه، وهذا من أحباب الله، اللهم اجعلنا من أحبابك. هذا يستكثر من محاب الله صوما وصلاة وصدقة وعلما وأدبا وإرشادا ونصحا للملة والبشر أجمعين. وين في محاب يستكثر فيها ولا يتأخر؟ بعدين نفس مطمئنة، يا أيتها النفس، يطمئن بالخير ويجزع أيها الإخوة من ماذا؟ من الشر والإثم والضر. أبدا لا يطمئن إلا بالخير، إلا بالشيء الطيب. إذا وجد اثنين متخاصمين مباشرة يفزع إلى ماذا؟ المصالحة بينهما، ويكذب وينمي خيرا من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا، ولا يطمئن إلا إلى هذا. يصالح بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه. نفس مطمئنة لا تطمئن إلا بالخير، لا تهفو إلى الشر، لا تحب، لا ترتاح إليه أبدا أبدا. اللهم اجعلنا على هذا النعت وهذا الوصف يا رب العالمين. الله قال هذه رتبة عزيزة صعبة المأخذ إلا بعوني وتيسيري، قال بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أنا أقول الفضل الكبير عما الثلاثة الأصناف، عما الثلاثة الأصناف، لقوله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن. بدل إيش هو هذا الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء، عفوا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله، تلك في الحج، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. النبي فسرها في حديث ينسب إليه أن الذين قالوا هذا القيل، الذين قالوا هذا القيل هم من؟ هم الظلمة الذين ظلموا أنفسهم فتلافاهم الله. يقول النبي ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، بالتفريط في الطاعات، فتلافاهم الله. هؤلاء يكونون إيه؟ على طول المحشر، يقول يحشرون حشرا طويلا، ثم تلافاهم الله برحمته فأدخلهم الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يقولون الحمد لله الذي إيه؟ أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من أهل فضلك وكرمك وكرامتك في الدارين يا رب العالمين، يا خير مسؤول، يا أكرم مأمول، يا من لا يخيب داعيه يا رب العالمين. هذا هو. إذن يا إخواني، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذبه. إذن نحن ينبغي أن نقر وأن نؤمن أيضا بالقدر المشترك بين نصوص نبوية شريفة كثيرة تقول إن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله هم أهل نجاة بإذن الله تعالى. يسبق سؤال، يسبق عذاب الآخر، لكن في نهاية المطاف هؤلاء أهل نجاة. وحينئذ أيها الإخوة، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب، قطعا لا بد أن يحمل الصلي هنا على ماذا؟ على التخليد، يصلاها مخلدا فيها لأنه مكذب. أما الذي لم يكذب فإن اتفق بعدل الله أيها الإخوة، ومن وراء العدل فضل، جعلنا من أهل فضلك، إن اتفق بعدل الله أن يدخلها دخلها غير مؤبد ولا مخلد، أليس كذلك؟ طبعا لأنه لم يكذب. ضرورة حمل إيه؟ حمل الصلي هنا على ماذا؟ على الصلي المؤبد المخلد بظاهر اللغة، بظاهر اللغة. والله تبارك وتعالى أعلم. إذن نعود، الحديث كما قلت لكم فيه مباحث، فيه مواضع للنظر، ومن هنا أحبتي في الله الخطر الأكبر في هذا الحديث مستند الحصرية والإنغلاقية، مستند تكفير الأمة ومخاصمة العالمين، هو ماذا؟ هو الزيادة التي في آخره. أما أن الأمة تفترق هذا شيء طبيعي جدا، وقد افترقت ولا تزال مفترقة وتتفرق، هذا شيء طبيعي، لكنها أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، على ما فيها من افتراق، من اختلاف، حتى من احتراب وسفك دماء، إلا أنها أمة
بالأمس الأزهر يقول: نحن نرفض أن نكفر داعش على أنهم أحيانا يتورطون في تكفير بعض المسلمين. نقول الأزهر: سلم لسانك، صحت فعالك. أي والله، هذه الوسطية الإسلامية. حتى من كفرنا لا نكفره، من استحل منا ما حرم الله لا نستحل منه ما حرم الله. هذا العدل، لأنه هذا دين، دين تكيف أهواءك معه ولا يتكيف بأهوائك، حتى لا يصبح العوبة، العوبة بيد من جد وهزل، بيد من جد وهزل وصدق وكذب. أبدا، هذا هو الحق، لا نكفر أبدا. أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، ننتقد، نجب، ننكر، نصحح، نفكك، نحلل، نرد، ننصح، لكن لا نكفر. إيش علاقة التكفير؟ هذا موضوع آخر تماما، ملف مسدود بإذن الله تبارك وتعالى إلا بحقه، وما أدنى حقه وما أصغره وما أنزره وما أنحفه التكفير هذا، التكفير. طيب، هذه الزيادة هي الزيادة الخطيرة التي شكك فيها وردها وحذر منها غير واحد من الأكابر الأماثل. صحيح أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه رد الحديث جملة، رده كله، ساقه في مساق واحد مع حديث القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة. قال: وذكروا حديثا آخر تفترق أمتي كلها في النار إلا واحدة. قال: وهذان الخبران لا يصحان من جهة السند. أبو محمد بن حزم في الفصل في الأهواء والملل والنحل قال: هذان الخبران، لا خبر القدرية والمرجئة مجوس الأمة، ولا خبر تفترق أمتي وكلها في النار، قال: لا هذا ولا هذا، قال: لا يصحان من جهة السند. وما هذا حاله لا يقبل من الأخبار عند من يقبل الآحاد، فكيف من لا يقبل الآحاد أصلاً؟ ابن حزم يقول، قال: في ناس، هذه أكثر أمة، تقبل أحاديث الآحاد، لكن حديث أحد كهذا مطعون السند غير مقبول، فكيف الذي لا يقبل الآحاد أصلاً ويشترط شروطاً أخرى في الحديث لكي يكون مقبولاً؟ لكي يكون، قال: طبعاً مرفوض هذا الحديث، لا ينظر فيه، لا يعبأ به، لا يوقف عنده، يرد بلا امتراء، بلا تردد. أيها الإخوة، بلا تردد، هذا ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. لكن أكثر العلماء قبلوا الحديث وردوا الزيادة التي في آخره، قبلوا أن تفترق الأمة، وحتى على 73 يعني سكتوا عن العدد، لكن لم يقبلوا كلها في النار إلا واحدة. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال: الذين استندوا إلى هذا الحديث في تكفير كل الفرق إلا فرقة واحدة خالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وإجماع الأربعة وغير الأربعة. وقد صدق، هذا كذب، قال لا، كذب على الكتاب والسنة والصحابة وإجماع الأمة. إنه إيه؟ إنه معناه هذه الفرق كلها كافرة وتخلد في النار. قال: هذا كذب غير صحيح بالمرة، مش معناها أنها افترقت أنهم كفار، تفترق كمان أنهم مفترقة، ولكن يظلون ماذا؟ موحدين، يظلون موحدين. لكن هذا لا يجدي كثيرا، الحديث فيه مشكلات أخرى كبيرة. ما هي؟ هذا الحديث يتناقض ليس فقط مع آيات خيرية الأمة ووسطية الأمة، يتناقض أيضا مع أحاديث نبوية كثيرة يا إخواني، أحاديث نبوية كثيرة تؤكد أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة. النبي كان يرجو أن نكون شطر أهل الجنة، ثلاثة أرباع أهل الجنة. طيب، مع أنه قال: وأنتم يومئذ، هذه الأمة في الأمم، في سائر الأمم، كالشعر البيضاء في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثور الأبيض. لذلك قال الشيخ الإمام العلامة المصلح المجدد صالح بن مهدي المقبلي صاحب العلم الشامخ، قال: فكيف يتماشى؟ كيف بتماشى هذه الأحاديث اللي بتقول إحنا أكثر أهل الجنة مع حديث بقول 73 أيها الإخوة فرقة 72 في النار وواحدة في الجنة؟ شو هذا قال؟ كم يدخل الجنة إذا من هؤلاء؟ من أمة محمد كم؟ 1 على 73، يعني قريب من 1% تقريبا، يعني أخذنا إيه؟ بماذا؟ بمساواة الفرق عددا، وهذا غير طبعا مفهوم الحديث يعني، بس افتراض للتبسيط، يعني افتراض للتبسيط. ولذلك منهم من رد هذه الزيادة، قال لك: هذه الزيادة كذب، النبي ما يقول كلام هذا، كلها في النار إلا واحدة، لم يقول هذا، النبي قال: تفترقون تفترقون تفترقون. في الحديث الآخر وهو مخرج في الصحيح، هذا الحديث كما قلنا ليس في أحد من الصحيحين، لكن في حديث مخرج في الصحيح أن النبي سأل ربه ثلاثا
فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة. سأله ألا يهلك أمته بسنة، يعني بالجدب بالمحل بالقحط، أعطاه الله، قال ما في مشكلة، إني أنا الله، وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقد أعطيتك لأمتك أمانا ألا أهلكهم بالسنة، بسنة عامة جفاف يموتوا جوعا، لن تموت أمة محمد من الجوع. حتقول لي ما هم جوعا اليوم، والله جوعانون يمشون على أرض من ذهب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أين ثروات الأمة؟ أين أموال الأمة؟ جوع العرب، جوع المسلمين يمشي على أرض من ذهب، تعرفون هذا جيدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيء الثاني، سأل الله تبارك وتعالى ألا يسلط عليهم عدوا خارجيا من غير أنفسهم، فإيه؟ فيستأصل شأفتهم، أعطاه الله ذلك. في هذه أمة محمد، انتبهوا، لو تكالب عليها من بأقطار الأرض لن تفنى، وقد فعلوا. ولا ننسى الصليبيات، أوروبا كله تكالبت على هذه الأمة إلا قليلا، لم تفن هذه الأمة، وذهب الصليبيون وذهبت الصليبيات وذهبت ممالكهم، والأمة هي الأمة بفضل الله، وتزيد عددا على الأقل، لن تهلك على يد عدو خارجي، ومن حاول هذا يحاول مستحيل، مستحيل. طيب بقي الشيء الثالث، النبي سأل ربه ألا يفرق هذه الأمة، ألا يلبسهم شيعا. إخواني وأخواتي، هذا الحديث ما العلماء من رده جملة كالإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه، وطعن فيه من حيث الإسناد. طبعا حقيقة الأسانيد المختلفة لهذا الحديث، لروايات هذا الحديث، طرق هذا الحديث، فعلا معظمها لا تخلو من مغامز، يعني في بعضها مثلا محمد بن عمرو الليثي صحيح هو من رجال الشيخين، لكن لم يروي له أحد من الشيخين مفردا، إنما روى له مقرونا. ولذلك قال الإمام الشمس الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال محمد بن عمرو الليثي لا يقبل وحده، ولذلك أيها الإخوة لم يروى له إلا مقرونا بغيره في الصحيحين، والله أعلم. في بعضها الوليد بن مسلم، تدليسه معروف، تدليس الوليد بن مسلم معروف للعلماء. في بعضها عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، وهكذا في بعضها، بعضها ضعفاء كثيرون. في بعض أسانيدها، في بعض طرق هذه الأحاديث مجاهيل أكثر، مجهول في طريق واحد. فابن حزم يدري ماذا يخرج على سن قلمه رحمة الله تعالى عليه، لكن معظم العلماء لهم وجهة أخرى. ماذا؟ هذا الحديث مقبول من حيث الأصل، من حيث أصله، مردود من حيث الزيادة في آخره، كلها في النار إلا واحدة. وطبعاً اختلفوا، ما هي هذه الواحدة؟ من هي هذه الواحدة؟ أهل السنة قالوا هي الجماعة، هذا حديث معاوية بن أبي سفيان، قال ما هي؟ الجماعة، لعله يعني إيه؟ عام الجماعة، يعني جماعته وأمثاله، الله أعلم، قد يكون المسألة هناك يعني مدخلية للسياسة، السياسة دائماً تشم رائحتها النتنة في هذه الأشياء. هناك حديث يروونه وكذا، ربما طبعا يكذبونه، أن يزيداً الرقاشي سأل أنس ابن مالك صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه عن أنس وصلى الله على محمد وآل محمد، قال له ما الجماعة أو من الجماعة؟ أنتم توصون بالجماعة، قال مع أمرائكم، مع أمرائكم، الجماعة هي الأمراء، السياسة، خليك مع الدولة، هذه الجماعة سياسة، هذا حديث سياسي يبعد جداً أن يكون أنس قاله، وإنما نسب إليه. إخواتنا الإمامية الاثنى عشرية الشيعة يقولون الفرقة الناجية نحن شيعة أهل البيت، ومش كل شيعة أهل البيت، ليه طيب؟ لأنه أهل البيت لهم شيع كثيرة، شيع كثيرة، أليس كذلك؟ تعرفون أي بعضها؟ وربما لا نعرف أي أكثرها، قالوا لا، شيعة خاصة من الشيع، وهكذا يروي الإمام الكليني في الكافي عن أبي جعفر وهو الإمام محمد الباقر عليهم السلام أنه قال عن آبائه طبعاً عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين، لأنه حديثه، لأن حديثه وحديث آبائه، حديث جده أمير المؤمنين علي، وحديث علي وحديث رسول الله، ما في فرق، هكذا هي القاعدة لدى الإخوة الإمامية. على كل حال، عن أمير المؤمنين عليه السلام، افترقت بنو إسرائيل بعد موسى على 71 فرقة، الناجية واحدة وسائرها في النار، وافترقت النصارى بعد عيسى عليه السلام على 72 فرقة، الناجية واحدة وإحدى وسبعون في النار، وتفترق، بالأحرى وقال وافترقت، يعني بصيغة الماضي حتى، وهذا بعيد جدا جدا وغير صحيح، إلى زمن الباقر لم طبعا هذا كذب، كله كذب، كذب على الأمة وكذب على الرسول وكذب على الإمام علي، كذب هكذا يكذبون، هذه الأمة تكذب على نبيها يا إخواني للأسف الشديد. قال وافترقت هذه الأمة على 73 فرقة، على 73 فرقة، منها 13 فرقة
يعتقدون ولايتنا ومحبتنا، يعني شيعة إيه؟ أهل البيت، ها؟ الناجية منها واحدة وكلها مع سائر الفرق في النار. يعني في 60 فرقة من شيعة أهل البيت في النار، وأهل البيت 13 فرقة تشايعهم، تتولى وتعتقد محبتهم وولايتهم. 13 فرقة منها في النار وواحدة إيه؟ يعني الله أعلم من الذي خط هذا الحديث وسبكه وطبعه عشان يأتي على القد تماماً، على قد فرقته. العجيب أن بعض المعتزلة كما قرأت يروون هذا الحديث والفرقة الناجية هي المعتزلة، هي المعتزلة. لعب والعياذ بالله، لعب يا إخواني، تفصيل لدين جديد يلعبون. ومن هنا قال الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه محمد ابن إبراهيم ابن الوزير اليماني الصنعاني صاحب الكتاب الماتع العظيم، هذه الموسوعة الفذة العواصم والقواصم، قال في حديث الافتراق، قال احذر من هذه الزيادة. أي زيادة؟ كلها في النار إلا واحدة. احذر من هذه الزيادة فإنها زيادة فاسدة، ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. واحد ملحد زنديق دسها لكي إيه؟ يدمر هذه الأمة، يحطم هذه الأمة، تتولد في هذه الأمة أمثال هذه العتاهات والالتياثات التي يظن حملتها وأصحابها أنهم أحق بالله من إيه؟ من دون سائر الناس، كل الناس مسلمهم، وطبعاً إيه؟ فضلاً عن غير مسلمهم للأسف. قال ممكن هذه وضعوها الزنادقة أو الملاحدة. كما قلت لكم، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قد بذذنا وسبقنا وأربينا على بني إسرائيل في خصلتين، أننا أكثر تفرقاً منهم. 71 أو 71، 72، إحنا الحمد لله 73، أكثر فرقنا، أكثر إحنا أمم مزدقة أكثر. وهذا كلام غير صحيح كما قلت لكم، تذكروا عبرة إيه؟ البروتستان في أمريكا، غير صحيح بالمرة. بالعكس، أنا أقول لكم هذه الأمة أكثر أمة إلهاً بفضل الله وكرمه ومنحته الهائلة، أكثر أمة موحدة. تأتي للزيدي، للإمامي، للإباضي، للسني، أياً كان هذا السني، كلهم يقول لك لا إله إلا الله، محمد رسول الله، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونحن أهل الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. كفى كفى، لا نريد مزيداً، تباً لعقائدكم الزائدة التي أضفتموها إلى دين الله، لا نريدها، هذا يكفي، وهذا كتاب الله، هذا كتاب الله يكفي. والحمد لله الأمة كلها على هذا، أليس كذلك؟ هذا يكفي، هذه نعمة جزيلة ومنحة عظيمة خطيرة بفضل الله تبارك وتعالى من السماء، خصت به هذه الأمة المرحومة، والحمد لله رب العالمين. على كل حال، الإمام محمد بن علي الشوكاني حذر من هذه الزيادة، قال هذه الزيادة لا تصح، أو قال لم تصح، لا مرفوعة ولا موقوفة، كذب على الرسول وكذب على الصحابة، هذه الزيادة غير موجودة. يبقى كما قلت لكم، أصل الحديث ما فيش فيه خطر عظيم، أصل الحديث ما فيش فيه إيه؟ أن الأمة تفترق، طبيعي، لكن الخطر إيه؟ إلى حد ما في التعداد وأننا أربينا. طيب، واحد يقول لي وبماذا أربينا أيضاً على بني إسرائيل؟ أربينا عليهم في دخول النار، كلنا في النار إلا واحدة، يعني نحن سنكون أكثر أهل النار، ما شاء الله، نحن أقل أهل الجنة. هذا تكذيب للمصطفى المعصوم الصادق المصدق الذي قال أنتم أكثر أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأننا لم نكذب ولم نتولى، ولذلك لن نصلعها إن شاء الله تعالى، على الأقل صلية إيه؟ تأبيداً وخلود. نحن أهل الجنة، نحن أهل لا إله إلا الله، إني لا أخاف على أمتي الشرك بعدي، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه أمة التوحيد، من على وجه الأرض الآن أمة توحد الله حقاً وتقول لا إله إلا الله؟ محمد ليس إلهاً مع الله، ولا إلهاً إلى جانب الله، ولا وزيراً لله، ولا معيناً لله، محمد عبد الله ورسوله، عبد مثلي مثلك، شرفه أنه أعبد لله مني ومنك بس، وأكثر عبودية لله وأكثر عبادة لله، صح؟ إيش هالدين العظيم هذا؟ إيش هالدين الجميل هذا؟ هذا دين جميل وعظيم ورحيم بفضل الله تبارك وتعالى، لنا الفخر والله العظيم، نسأل الله أن نعيش وأن نموت على هذا الدين وعلى هذا التوحيد أبداً. لا تشككون في صلوحية الدين وفي رحمانيته وفي تجميعه لأمته أيضاً وفي سعة صدري، هذا الدين واسع الصدر يا أخواني، يحتضن أبنائه، كل أبنائه. أنا أقول لكم، وهذا إن شاء الله حيكون إيه في خطب ربما قادمة، ليس فقط عن سعة صدر هذا الدين لأبنائه، بل سعة صدر هذا الدين للعالمين، كيف يسع العالمين، وكيف الفهم
في الآيات القرآنية يمكن أن يقود بسهولة خطوات متتالية سريعة إلى أن معظم خلق الله بإذن الله تعالى داخلون في رحمة الله وفي النجاة إن شاء الله، ويدخلون الجنة يوم القيامة. ما رأيكم؟ معظم خلق الله، وحنشوف قرآنيا كيف هذا الدين يصبح معظم أمة محمد في النار. أي دين هذا؟ ولله در الشعر الذي قال: أي دين ترك الناس فريقا وفريقا وصير المنهج اللاحب 70 طريقا. يتساءل مستنكرا يقول: أي دين ترك الناس فريقا وفريقا وصير المنهج اللاحب الواضح المتضح المنور 70 طريقا؟ وقال لك هذا الدين وهذا الحديث قطع الله لسانك. لا، هذه زيادة لا نقبلها، هذه زيادة لسنا نقبلها. وبحمد الله بمجرد رد هذه الزيادة ينقطع مادة شر كثير. المادة أصل الجرثومة تنقطع تموت، مات كل شيء بإذن الله تعالى. هذا المستند لم يعد يغذي الحصرية والإنغلاقية واللعنات التي نعيش فيها بإذن الله. بعض العلماء أيها الإخوة قبل حتى هذه الزيادة وتأولها، وبهذا أختم. كيف تأولها؟ قال لك كلها في النار إلا واحدة. بمعنى ماذا؟ هذه الواحدة المستثناء، هذه الملة، هذه الفرقة، هذه الجماعة، هذه السواد الأعظم، وكل هذا وردت به نصوص في استثنائه في كونه مستثنى، ملة، فرقة، جماعة، سواد أعظم إلى آخره. هذا المستثنى أياً كان أو أياً يكون، اختلف اللفظ، اختلفت المنطوقات واتحدت المدلولات كما يقال. هذه الفرقة قالوا موزعة في الفرق كلها. أشار إلى هذا العلامة المقبلي رحمة الله عليه، صالح المهدي المقبلي، قال الفرقة الناجية، الملة الناجية، الجماعة الناجية مش جماعة واحدة منحازة إلى جهة وحدها متميزة. قال لا، مفرقة في في 73 فرقة، وهم صالحو كل فرقة. هذا إذا قبلنا بالزيادة وأردنا لها تأويلا. يعني في الشيعة بتلاقي ناس صالحين، في الإباضية ناس صالحين، في الخوارج، في أهل السنة، في الزيدية، في كل الفرق تجد أناسا صالحين طيبين ورعين أتقياء من أهل الله لا يردون إلا وجه الله. هؤلاء جميعا هم الفرقة الناجية وهي التي تدخل الجنة. طيب بس هذا غير كافي، تعرفون لماذا؟ لأنه إلى الآن لم ننفصل من شبهة معارضة وعدم تماشي هذا الحديث بهذه الزيادة مع الأحاديث التي تنبئ أن أمة محمد أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة. فصالحوا كل فرقة إذا ضم بعضهم إلى بعض وجعلوا في صماط واحد كم يكونون؟ نسبة بسيطة. ومن هنا تأويل آخر، تأويل آخر كما قلنا. ماذا قيل؟ قيل أيها الإخوة إن الفرق الضالة والمبتدعة إنما يقصد بها وبالهالك منها الخاصة، يعني العلماء والأئمة الذين يولدون أفكار الضلال وأفكار الطغيان، القادة الذين يخدمون قومهم، القادة والرادة إلى الضلال والبدعة. وأما العوام في كل فرقة فالعوام شأنهم السلامة بإذن الله تعالى من حيث الأصل والنجاة، ولا تثريب عليهم، وهم مستثنون من الابتداع. ما تقولش حتى العام مبتدع، هو يتبع العلماء عنده، لا مش عارفه مسكين هذا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو جاءك واحد أجنبي أو واحد ملحد وقال لك جيب لي الآيات المريحة في كتاب الله، في آيات مريحة مثل آيات الرحمة عموما، إياك أن تتخطى آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من أوسع الآيات صدرا في كتاب الله، وتنشرح بها والله صدور المؤمنين. شيء عجيب يا إخواني، الله قال لك لا يكلف إلا وسعها. بعض الناس أيها الإخوة يقصر، المقصر ليس كالجاني المتجري، قصر حساب يسير ربما وربما مغفرة. بعض الناس قاصر وليس مقصرا، قاصر عقلاته علماته ما يقدرش المسكين يجي ولا فاهم حاجة، هو هذا طباخ كالناس غلبان، أو حتى مهندس كبير، أو حتى عالم فضاء، ولا بيعرف اللغة والبديع والمعاني والنحو والتصريف والأصول، ما بيعرف كل هالقصص هذه. ايش تكلف تعلم فضائي في قضايا دينيه نصوصيه ما بعرف فيها، ما له علاقه بها. فهذا قاصر، ذاك مقصر، وهذا قاصر عن بلوغ الغايه ودرك البغيه ودرك البغيه. يغفر له او لا يغفر له؟ ما قال لك لا يكلف نفسا الا وسعها. الله اعطاه في وسعه علم الفضاء والهندسه والجراحه والتاريخ والجغرافيا، ما اعطوهش علم الدين. فقال لك هنا يقتصر الابتداع والتوعد بالعذاب على من؟ على العلماء والأمة. أنا أقول لكم كمان وبين مزدوجين، وهؤلاء ليسوا معمومين مشمولين
بالوعيد والتثريب. تعرف لماذا؟ لأن أكثرهم متأول مجتهد، وبنص حديث رسول الله وبنص الآية لا يكلف نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، لهم أجر واحد وإن أخطأ، أليس كذلك؟ ولا نقول لمن أخطأ إنك ضال مضل، بل نقول له إنك مجتهد إن كان من أهل الاجتهاد وهو عالم، المفروض أنه عالم الإمام، نقول له بل أنت مجتهد مأجور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخير خاتمة، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. المسلمات الفاضلات، يقول الله جل مجده في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي، من المسلمين أناس مشاكسون
في خصومة مستمرة ممتدة مع العالمين، مسلمين وغير مسلمين. وإن مهمة تفكيك هؤلاء معرفياً ونفسياً أبعد ما تكون عن الترف، وألصق وأدنى ما تكون ضرورة حرجة وملحة. وذلك إخواني وأخواتي أن خصومة هؤلاء مع أهل الملة والدين تنذر إن هي استمرت وامتدت بتمزيق الأمة وتجضيتها كما تفعل حالياً، والأسوأ من هذا بذوي الدين واضمحلاله، يذوي هذا الدين يوماً فيوماً ويضمحل يوماً فيوماً كما هو حاصل من أسف شديد. أما خصومتهم مع العالمين، مع كل الناس من غير المسلمين، فهي تنذر بما هو أخطر وأكرث وأدهى إن هي استمرت وامتدت واستفحلت، وذلكم أن هذا الفريق من الناس أي من المسلمين إنما يعامل الآخرين على أنهم نوع آخر غير النوع البشري، كأنهم هم البشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم
مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.